يا الرئيس. سعيد راح يطيح راح يطيح ولا سعيد 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 ولا سيد الوالد تستاهل كل خير الله يحفظك من اللي تجي لنا والله مشكور 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 ها هو شنو قلت سيد الوالد وراهم خايمين بها سيد المدير التجاره فانسور فانسنا والله غير 20 منين جا هذا والله غير 20 على 20 والله غير 20 الحاج والله هذا سبسه يقول له والله سبسه هو فريق هذوك الذوق ذوق تقول لي تقول لي لا ديفيرونس بين الهي وهنا ذوق هذا الشيء هذا لا لا بسم الله السلام عليكم الله يحفظك الله 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 نعم إذن في إطار العملية الوطنية التي أصدرتها الحكومة بوضع أسواق هذه الرحمة أسواق الجوارية على مستوى مختلف بلدية الوطن هم مرداس اليوم أعطينا إشارة انطلاق هذه المبادرة على مستوى بلدية بومرداس لتتبعها أسواق أخرى في مختلف البلديات من الولاية الهدف منها هو توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع لفائدة المواطنين ونحاول بقدر الإمكان أن يكون ذلك من المنتج إلى المستهلك أو على الأقل من الموزع إلى المستهلك حتى تطرح بأسعار وأثمان يعني مقبولة وكذلك حرصنا على أن يكون هناك تنوع السلسلة الغذائية بحيث يستفيد المواطن منها بما يسمح له من تخفيف من وطأة وغلاء الأسعار في خاصة في شهر رمضان الكريم سنتابع هذا العملية بحول الله لمضمانها خلال كافة الشهر وكما قلت على مستوى مختلف البلديات بالموازاة هناك عمل كذلك رقابي تقوم به المصالح المختصة على مستوى كل نقاط البيع بالتجزئة التي تعمل في ميدان المواد الغذائية لتوفير هذه المادة كذلك وبالأثمان المقبولة أو المعقولة سيدي يا شاهد